اسقطوني على الارض، خلعوا ملابسي، فاخرجوا بلا ما نقول بداوا يتبولون علي على وجهي وعلى جسدي كله، بداوا كيقولوا عليا وكيقولوا لي قول عاش الملك يا ولد القاف، بلا ما نقولها يرددون عاش الملك سقط الفتان. هذا كله امام مسمعي ومراه مسؤولين كذا. هذه كله امور كما قلت لكم حدثت وهي موثقه بكاميراتهم والاغتصاب. انا على الارض سقف على الارض المنوط عندي اللور وهبطوا لي السروال وكيخشيو لي العصا اللور، وفيه من اخرج قضيبه وكيجي يحكوا لي على الوجه وكيجوني من اللور. شي امور اللي ما خصنيش نقولها